ذلك الوقت إلى الآن تعتبر الثانوية الأولى التي توفد إليها كما ذكرنا أبنائنا الطلاب من الريف المديني، وخرج كثيرا من الطلاب ولهم بصمة واضحة على مستوى المديني والقطر والأقطار العربية الأخرى. يبلغ على الطلاب المدرسة هذا العام أو هذا العام 467 طالب، لدينا 6 شعب عاشر وأربع شعب حادي عشر وثلاث شعب بكالوريا، شعبتين علمي وشعبي أدبي.